إننا لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله تعالى خير وصية وخير لباس وأكرم سجيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لقد خلق الله الجنة وجعلها نباتات. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات تقديما. وجعل بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة مثل الدرجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، وفي رواية كما بين السماء إلى الأرض. والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج من أبواب الأربعة والعرش من فوقها. وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. أيها المؤمنون، ما من أحد من المسلمين إلا ويسلمه إلى الدرجات العلى من الجنة ويتمنى نور الله أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وصغارهم، وكان من أهل الصفة، وكان ملازما لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبيت عند باب بيته لجنته فيأتيه من نبوئه وحاجته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الايام: يا ربيعة سمعني، اي ربك ما تحتاج وما تتمنى من نفسك، ومع انه كان فقيرا معدوما الا انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسالك الله رجل منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل الله. قال: وانا هو هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني من نفسك بكثرة السجود. فمن الأعمال الجليلة التي تكون سببا بعد رحمة الله تعالى في دخول الجنة ومرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام كثرة السجود لله رب العالمين بأداء الصلوات المكتوبة والإنسان من النوافل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الربيع. وحسن الخلق يا عباد الله من اجل الاعمال التي ينال بها العبد شرف الله به النبي صلى الله عليه وسلم في جنه ربه. قال صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي واقربكم بطني مجلسا يوم القيامه احاسبكم اخلاقا، وان ابغضكم الي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثقلان والمتشددون والمتخلفون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثقلان والمتشددون، فما المتكلمون؟ قال: المتكلمون. ومما يعيننا دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك ما من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله
الله عليه وسلم فإنك معنا أحبت قال أنا صلى فأنا أحب الله ورسوله وأبوه وعمره فأرجو أن يكون معه وإن لم أعلم بالأعمال وعلى من صدق الطاعة والاتباع من ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء الصالحين وحسب أولئك رفيقا اللهم صل على سيدنا محمد لا يرتد وعملا لا يرد ونجم من ذلك والله رفيقا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى من الحكم اللهم امين اقول ما تسمعه واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وفي الآخرة حسنة من عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.
السلام عليكم ورحمة الله.